المديرين راحوا راحوا وكيش وانه ليش عم نضحك على بعضنا نحن، راحوا راح ياخذوا 30% منهم 35% منهم، الباقي راح خلاص. يعني المشاهد اللي عم قاعد ببيته هلا بده يترحم على امواله اللي بالبنوك؟ طيب شو بقول له انه راح يرجعوا مصرياتك؟ ما راح يرجعوا لهم. اموالك وين؟ مين بده يعطيك السنة؟ عم بتقولها اموالي مع الناس، انا استثمر في الناس.